ثروته أضخم من ثروة رونالدو بأربعين ضعفاً، لاعب أرسنال السابق، أغنى لاعب كرة قدم في العالم. قد تظن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه في نادي النصر السعودي، ولكن صحيفة الصان البريطانية كشفت في تقرير لها أن ماثيو فلاميني لاعب نادي أرسنال وأندية عدة أخرى في مسيرة استمرت 16 عاماً هو أغنى لاعب كرة قدم في العالم. ولكن فلاميني لم يكن في شهرة رونالدو ولا حتى في نصفها، وتنقل طوال مسيرته بين الأندية في صفقات انتقال حر، فكيف وصلت ثروته لكي تكون قيمتها أضخم من ثروة البرتغالي بأربعين ضعفاً؟ فلاميني تحدث في وقت سابق بأنه يحب العمل في مجال الطاقة المتجددة وعن رغبته في خدمة البيئة، ولذلك قام في عام 2008 بفتح شركته الخاصة والتي تعمل في مجال الكيمياء الحيوية. وتختص شركة فلاميني في العمل على إنتاج بعض الزيوت التي تحل محل النفط في إنتاج مستحضرات التجميل والأدوية والبلاستيك والعديد من المنتجات الأخرى. وتصل قيمة شركة فلاميني إلى 21 مليار جنيه استرليني، في حين أن ثروة النجم كريستيانو رونالدو تقدر حالياً بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.